هذا وتحتفي مملكة البحرين اليوم بيوم الطبيب البحريني الذي اعتمده مجلس الوزراء بأن يكون أول أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام. يأتي ذلك تقديرا للجهود الذي يطلع بها الأطباء في الحفاظ على السلامة وصحة المجتمع وحرصا على تحفيزهم لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم. أن تكون طبيبا وتعمل في مهنة تخدم الإنسانية وتكون جزءاً مهماً في تخفيف معاناة الآخرين وألامهم هي من أسمى المهن في الوجود، وفي مملكة البحرين يعتبر الطبيب البحريني خير مثال على ذلك لما يبذله من عطاء مستمر وتفان في خدمة وطنه. بداية تخصيص يوم للطبيب البحريني إنما هو حلقة من سلسلة الاهتمام بالكفاءات البحرينية وتكريمهم لما أبدوه من جهد وكفاءة في المحافل العلمية والعملية. نهنئ الأطباء البحرينيين بهذا اليوم المميز، فأنتم فعلا أحد الأبطال التي تقدم الرعاية الصحية للجميع، ونتمنى لكم يوما مميز ونجاحا مستمرا في حياتكم العلمية والمهنية. أود أن أعرب عن امتناني العميق لجميع زملائي الأطباء. أريد أن أشيد بالتفاني الاستثنائي للأطباء في نظام الرعاية الصحية لدينا، إن جهودهم وتضحياتهم الدؤوبة لا تقدر بثمن. بمناسبة يوم الطبيب البحريني حبيت أهنئ جميع زملائي. احنا طبعا نحتفل بهذا اليوم، ولكن في نفس الوقت نفتخر بكوننا أطباء. طبعا حتى مع الجائحة ومع الأيام مع العمل اليومي نشوف فناء وإخلاص الطبيب البحريني. ونظير كل هذا العطاء خصصت مملكة البحرين يوما للاحتفاء بأبنائها الأطباء من الجنسين الذين يعملون بكل حرفة ومهنية عالية، والذي انعكس جليا على تطور القطاع الصحي ومواكبة كل التقنيات الجديدة خدمة للمنظومة الطبية. بمناسبة هاليوم حابة أن أول شيء أهنئ كل زملائي الأطباء. هو شيء وايد حلو أن في البحرين خصصوا هاليوم المعين حق الأطباء أساس أن نحتفل فيها اليوم، وهاي راح يكون دافع لنا على أساس أن دائما نقدم الأفضل والأحسن حق مرضانا في البحرين. كل ثانية تفرق في حياة المريض كما تفرق في حياة الطبيب، فعملهم هو إخلاصهم لتقديم أهم المساعدات في خدمة الإنسانية. حابة أهنيهم بهذا اليوم الجميل، ونتمنى لكم كل خير وكل بركة من طاقم التمريض. أحب أحتفل بيوم الطبيب البحريني مع أخواني وزملائي الدكاترة، و يعني نذكرهم دائما نبذل كل اللي نقدر عليه في خدمة مملكتنا الغالية. نحتفل كل عام بيوم الطبيب البحريني، وأنا أفتخر أن أكون طبيبة بحرينية أقدم خدمة لجميع المرضى والمواطنين من خلال مستشفى السلمانية الطبي. عطاء وتضحيات متواصلة يقدمها الطبيب البحريني خدمة لمجتمعه، وليكون أهلا للقسم الذي قطعه أمام الله والوطن.